هل استطيع ان اعود في الهبه؟ يعني اكون انا وهبت حد حاجه لكنه لم يتمكن منها، هل استطيع ان اعود فيها؟ ما معنى لم يتمكن منها؟ يعني انا قلت والله ولتكن مثلا هي تشبه الوصيه لكنها لم تكتب، وقلت ان فلان ده انا هديله هديه كذا وهو علم بذلك، سياره مثلا او بيت او ارض وهكذا، ثم انه لم ياخذها، وقلت خلاص انا رجعت في كلامي مش عاطله حاجه. هل يترتب على ذلك من اثار في الشريعه الاسلاميه اطلاقا؟ مجرد ان يجول بخاطرك انك ستعطي، حتى لو اخبرته، حتى لو اخبرته لكنه لم يتملكها. نعم. بالفعل وفكرت ووجدت انه ربما كان الافضل الا تعطيه اياها، والأفضل أن تعطيها لآخر سينتفع بها أكثر، هذا شيء يعود إليك ولك به أو فيه كامل الحرية، يجوز لك أن تعود فيما فكرت فيه حتى لو كنت قد أخبرته بأنك ستهديه كذا. نعم. هذا حقك. أما إذا تملكها، وتريد أن تعود فيها، فالعائد في هبته كالكلب يلعق ما استقاء. الحديث معروف، يلعق ما استقاء، يعني أخرج شيئا ثم أقبل عليه مرة أخرى ليأكله. نعم نعم، تعبير صعب جدا يا دكتور. تعبير نبوي. نعم. صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أنا أقصد صعب من حيث المعنى، يعني حاجة مش سهلة يعني. لا. نعم. مقززة للغاية. حتى لا يعود أحدهم في هبته. أنت قدمت هبة صلى الله على سيدنا، وما دمت ترجو من ورائها أجرا وثوابا وأن ترضي بها رب العالمين عز وجل، فامض فيها ولا يجوز لك أن تعود، لأن العودة يمكن أن يترتب عليها كراهية شديدة، بل قد يصل الأمر إلى الفتنة. لا على مستوى الرجل الذي أخذت منه الهبة، ولكن على مستوى أهله كذلك. نعم. كلهم سيغضبون. نعم نعم نعم. لهذا ليس حكمة أن نعود فيه.